السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي ننشئ إيميل جديد على خدمة جيميل المقدمة من شركة جوجل الشهيرة. هفتح صفحة جوجل google.com. هيظهر لي الموقع اللي قدامي ده. أول حاجة أعملها إن أنا هطلع على كلمة جيميل فوق وأضغط عليها، هتظهر لي الصفحة اللي قدامي دي. هنا هنسجل الدخول بعد ما ننشئ الايميل الجديد ان شاء الله. لكن دلوقتي انا عايز انشئ ايميل جديد، هعمل ايه؟ هطلع فوق شويه كده، هلاقي كلمه كريت ان اكونت، هضغط عليها. هتظهر الصفحه اللي قدامي دي، بس دي باللغه الانجليزيه. لو انت عايز تحول الصفحه اللي قدامك دي للغه العربيه، انزل تحت خالص واضغط على السهم ده كده ودور على كلمه العربيه تحت اهي، اضغط عليها هيبدا يحول لي هنا الصفحه اللي قدامي دي للغه العربيه. في الصفحة دي هنكتب بياناتنا. أول حاجة الاسم الأول اللي هو اسمك أنت، زي مثلا صلاح بالعربي أو بالإنجليزي. الاسم الأخير سلام. نيجي على اسم المستخدم، ده اللي لازم يكون باللغة الإنجليزية. نكتب الإيميل اللي أنت عايز يكون بيه اسمك، وليكن مثلا صلاح 2. أحد الأشخاص يستخدم اسم المستخدم هذا، يبقى لازم تغير الاسم ده لأي اسم تاني برضه حد بيستخدمه. كمان مرة حد بيستخدمه، غير الاسم خالص، صلاح سلام. أدام ما جابش علامة حمراء يبقى مفيش حد بيستخدمه. كده نبص كده حد بيستخدمه، بيقترح عليا أسماء تانية. طب لو أنا اخترت صلاح سلامة واحد كده مفيش حد بيستخدم. هنا كلمة المرور أو كلمة الرقم السري هكتبه مرتين. أكتب رقم السري بتاعي هنا مرة، وهنا كمان مرة. هاجي هنا طبعا بيقول لك كلمة المرور القصيرة سهلة التخمين، بيقول لك أعد المحاولة باستخدام 8 من الأحرف على الأقل. يبقى لازم يكون الباسورد بتاعك 8 حروف، في حروف وأرقام وعلامات خاصة. مفيش علامة حمراء جت، يبقى انت كده ماشي صح. نيجي لتاريخ الميلاد. تاريخ ميلادك وليكن 1/1988 مثلا، اي حاجة. طبعا تاريخ ميلادك انت، الجنس طبعا ذكر او انثى، الهاتف الجوال بتاعك تكتبه هنا، اتناشر زيرو مية. عنوان البريد الالكتروني البديل، لو انت عندك ايميل تاني ممكن تحطه هنا، بحيث ان لو رقم السر ضاع ترجع الباسورد على الايميل ده. لو انت مش عايز تكتبه انت حر. هتكتب طبعا الارقام اللي موجودة في الصورة دي او الحروف دي موجودة هنا، نكتبها. اول حرف A، بعدين N، بعدين A، بعدين H، بعدين ER، بعدين ETC. تختار دولتك من هنا، طبعا دولتي مصر. لازم توافق على الشروط، وبعدين تضغط على كلمة الخطوة التالية. طبعا انا مش هسجل الايميل ده لاني انا مسجل كتير فمش عايز الايميل، لكن هوريك الصورة اللي هتيجي دلوقتي بعد ما اضغط على كلمة الخطوة التالية. بمجرد ما تضغط على كلمة الخطوة التالية هيفتح لك الصورة اللي قدامي دي. الصورة دي بتقول لك ان ده يور بروفايل او البروفايل الخاص بيك. ممكن انت تضيف صورة مكان الصورة اللي قدامك دي بالضغط على كلمة اد بروفايل فوتو، او انك تروح على الخطوة التالية مباشرة بالضغط على كلمة نيكست ستيب. بعد ما ضغطت على كلمة نيكست ستيب هيجي لي صورة زي دي كده بالظبط، بيقول لك ويلكم، يعني مرحبا بيك انت كده عملت الايميل بتاعك. وتلاقي هنا يور نيو ايميل ادرس از، طبعا انا خفيت او ظللت الايميل بتاعي. بعد كده تضغط على كلمة continue to gmail، وبكده تقدر ان انت تدخل على الايميل الخاص بيك. وبمجرد ما تضغط على الكلمة دي هيوجهك لصفحة تانية بيحمل، وهيدخلك على الايميل الخاص بيك بالمنظر اللي قدامك دلوقتي ده. وبكده يبقى انت عندك ايميل جديد على موقع الجيميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.